مكتب الدراسات الإسباني أكويدوس يواصل أشغاله المتعلقة بإعداد الدراسة الخاصة بتحديث وترميم المدينة القديمة لولاية سكيكدا، على الرغم من بعض الصعوبات والعراقيل التي يواجهها مهندسي المجمع الأجنبي. هذه الدراسة المنتظرة منها أولاً أنها تعطينا حلول من أجل أخذ بعين الاعتبار هذه البنايات من أجل ترميمها، ولما نرموا هذه البنايات تصبح صالحة للسكن. احنا في الحقيقة هذه العملية نتبعوا فيها عن كل على قدم وسار. إعادة تحديث وصيانة بناية المدينة القديمة مشروع ضخم تعول عليه مصالح الولاية للمحافظة على الطابع المعماري الذي يميز واجهة عاصمة المدينة. الأجال المحددة احنا رانا تقريبا 50% من الدراسة، ومباشرة سنعطي المقاولات الورشات عملية الترميم هذا المقتلكم عزيز على السكيكدية وعلى السكيكديين بصفة عامة، واللي نوليه له كل الاهتمام، لأن هذا الحي هو في الحقيقة يعبر على تاريخ سكيكدا. سيتخلص الكثير من قاطني بنايات المدينة القديمة من جحيم الانهيارات التي يعيشونها داخل هاته المساكن المهددة بالانهيار في حال تجسيد المشروع على أرض الواقع قريباً.